ومن لندن ينضم إلينا السيد الصادق محمد أحمد، مدير الوكالة الدولية للتنمية والعون الإنساني. سيد الصادق، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن المعارك تقترب من نهاية شهر الثاني، ما زالت متواصلة، ربما تستعر يوما بعد يوم، وفي المقابل أيضا الأوضاع الإنسانية تتدهور بشكل غير مسبوق في السودان. من خلال تقاريركم وعملكم، ما الذي يصلكم عن آخر مستجدات الأوضاع الإنسانية هناك؟ مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين الكرام. حقيقة الوضع كما تفضلت يعني في غاية السوء، هناك نقص كبير جدا في الإمدادات الطبية، وأيضا هناك نقص كبير في الإمدادات على المستوى الإنساني بصورة عامة. المعارك تزداد يوما بعد يوم، وخصوصا في تلك المناطق التي تجري فيها الآن المعارك، يصعب بصورة كبيرة على أطقم العمل الإنسانية التحرك على الأرض من أجل إيصال المساعدات اللازمة للمتضررين وللمحتاجين. الوضع في خرطوم هو الأسوأ، وكذلك في ولاية غرب دارفور في مدينة الجنينة، حيث أن هناك عدد كبير من المرضى الذين هم في حاجة إلى العناية العاجلة، خصوصا مرضى الفشل الكلوي الذين شهدت الأيام الماضية وفاة عدد كبير منهم بسبب عدم إجراء العمليات غسيل الكلى والعناية الطبية اللازمة لهم. أيضا مراكز الصحية والمستشفيات في العاصمة الخرطوم نفسها تفتقر إلى كثير من المواد والمعينات الطبية، وهناك أيضا خصوصا في الحالات الباردة أيضا هناك نقص كبير في عدد الأسرة المتاحة، حيث أنها لا تتجاوز 2000 سرير من جملة أكثر من 10,000 سرير من قبل بدء الحرب. الوضع الإنساني بصورة عامة يمكن أن نوصفه بالكارثي، ويحتاج إلى تحرك عاجل، فتح ممرات إنسانية من أجل إيصال المساعدات اللازمة للمتضررين. في هذه النقطة تحديدا، هل حقا العمليات العسكرية فقط هي التي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية وحركة العاملين في المجال الإغاثي؟ هل تستشعر أن المجتمع الدولي بالفعل، أو على الأقل العامل في مجال الإغاثة الإنسانية والمساعدات الدولية، قام بما يتعين عليه في مسألة إيصال المساعدات أو حتى إرسالها، ومن ثم المسؤول عنها بعد ذلك الحكومة السودانية والجيش السوداني؟ صحيح، هناك تباطؤ كبير جدا من قبل المجتمع الدولي ومن قبل المنظمات الدولية في إيصال المساعدات حتى إلى بورت السودان. نحن نتكلم الآن عن مناطق آمنة، المنطقة الغير آمنة هي بعض المناطق في ولاية الخرطوم وفي ولايات غرب دارفور، ولكن بقية مدن السودان هي مدن آمنة، العدد 16 ولاية بالكامل هي آمنة. بالتالي إيصال المساعدات إلى بورت السودان الميناء وترك الأمر للهلال الأحمر السوداني مفوضية العون الإنساني في السودان ومنظماتها العاملة على الأرض، هناك عدد كبير من منظمات الطوعية السودانية تعمل على الأرض في رغم هذه الظروف المعقدة وظروف الحرب، تعمل على الأرض، ولو وصلت المساعدات الإنسانية إلى الميناء سيتكفل الحكومة السودانية ومنظماته بإيصالها إلى المتضررين، ولكن الآن هناك نقص كبير في إيصال هذه المساعدات. حتى المستودعات الآن التي تتبع لبعض المنظمات الدولية وهي موجودة في السودان مغلقة، لم يتم التي نجت من السطو من قبل الميليشيات سطت على عدد كبير جدا من مقار المنظمات ومخازنها ومستودعاتها، ولكن حتى التي نجت من الاعتداء ما زالت مغلقة، والمواد فيها موجودة ولم توزع على المحتاجين بذريعة أن هناك وضع أمني غير مستقر، وأن هناك خطورة على العاملين على الأرض، بالرغم أن المنظمات الطبيعية السودانية كما تفضلت تعمل على الأرض ويمكن أن تقوم بهذا العمل.